يسعد صباحكم يسعد مساءكم. أكيد من برنامج مورنينج لايف دائما محاورنا والقضايا اللي نحاول أنه بكثرة بالمجتمع العراقي نحاول أنه نخفف الإيقاع من الضغط والتوتر السائد بمجتمعنا العراقي من المشاكل والقضايا اللي يعاني منها جميع الفئات وأكيد جميع المجالات. خلينا اليوم نذكر المحاور والمجالات اللي رح نخوض بها كثير من النقاشات من أجل التماس القليل أو شيء بسيط من كلمة الحل. بداية أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض. اليوم رح يكون يانا دكتورنا عبد الستار الحمادي أخصائي الأمراض الباطنية والصحة العامة، رح نسأل أكيد عن أهمية الفحص الدوري بحياة كل مواطن عراقي، يساعد هذا الفحص على كشف الأمراض المبكرة لأن الصحة هي الأهم بالحياة دوما. أيضا التوعية بأضرار التدخين وأهمية الإقلاع عنه. رح يكون يانا ضيفنا دكتور وسيم جيلان، رح نتحدث أكيد حضرته معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في العراق دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية. رح نتحدث عن أهمية حملات التوعية اللي نشاهدها بالشارع ووسائل التواصل الاجتماعي كانت إيجابية، وهل ساعدت المدخنين عن الإقلاع من التدخين أو التقليل من التدخين. أيضا لماذا الكثير من الأشخاص يواجهون صعوبات كلش كبيرة من الإقلاع أو عن الإقلاع أو من يحاولون عن الإقلاع من عن التدخين، ما هو التأثير الذي يحدث للشخص المدخن بالفترة التي يقلع بها في التدخين. أيضا رح نتحدث عن موهبة الرسم، شغف مستمر يستهوي شباب اليوم. نشوف بالفترة الأخيرة موهبة الرسم أصبحت موهبة فقط، أصبحت هواية. لا يوجد لحد الآن بالعراق ثقافة التذوق بالرسم بالألوان إن كانت تجريدي أو باقي أكيد مجالات الرسم. فاليوم رح تكون يانا تبارك رياض رسامة، رح نتحدث عن ليش نشوف في الفترة الأخيرة كثير من الشباب يتوجه ويدخل دروس تقوية بالتعلم بمجال الرسم. ما ننسى أهم الأخبار اللي دائما نتداولها ونسمع كل يوم أكو أخبار جديدة لكن أكو منها كاذبة ومزيفة ومهولة، وأكو أخبار أكيد من مصادر موثوقة 100%. أكيد زميلتي طيبة عامر تنضم إلى الفئة الثانية، الأخبار اللي تجي من مصادر 100% أكيد. الشعر الشعبي العراقي إرث ثقافي راسخ، راح اليوم نتحدث عن الشعر الشعبي وعن مجال الشعر الشعبي في العراق مع علي سمير شاعر. بداية خلينا نروح للموضوع الأهم، الصحة دائما مهمة بحياة، يجب أن تكون ثقافة عامة تنتشر لجميع الفئات الشبابية وأيضا كبار السن، أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض. أكيد خلينا نرحب بالدكتور عبد الستار الحمادي أخصائي الأمراض الباطنية والصحة العامة. أهلا وسهلا بك دكتور، نورت مورنينج لايف، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، والصحة والأحوال الحمد لله كلش تمام. سويت قبل شهر فحص صراحة متكامل للفيتامينز، كشف عن الأمراض المبكرة، الحمد لله طلعت فقط عندنا الدي 3، تدري هاي مشكلة كبيرة يعاني منها الشعب العراقي. خلينا بداية نرحب بك، نورتنا دكتور. نوركم أنت، أهلا وسهلا بك. بداية خلينا نتحدث عن أهمية الفحص الدوري عن الكشف أكيد عن الأمراض المبكرة بحياة كل مواطن عراقي، وليش لحد الآن نعاني من قلة ثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مع الدعاء للجميع بالصحة والسلامة. أنا أريد أفتح موضوع هو حقيقة نحكي بالواقع معنى الفحص الدوري صحيح. الشامل في العراق وفي الدول الأخرى. طبعا الفحص الدوري الشامل من المؤشرات المتقدمة اللي تقيم المستوى الخدمات الصحية والثقافة
الصحية لدى المجتمعات. ولذلك الفحص الدوري الشامل تجديد الدول المتقدمة يختلف عن المصطلح الفحص الدوري الشامل في العراق اللي يشمل هو حقيقة مجرد أنه تحاليل مختبرية يجروها عامة الناس حسب ما يرتؤون وحسب ما هم رغبتهم. يعني أريد أكد على نقطة مهمة هذه، ليش؟ لأنه حتى نعرف توصل الرسالة إلى وزارة الصحة وإلى المواطن ما معنى الفحص الدوري الشامل. الفحص الدوري الشامل أولا في كل دول العالم تجري أما في المؤسسات العامة أو هناك مراكز متخصصة كما موجود مثلا في الإمارات لإجراء الفحص الدوري. نعم. هذا الفحص الدوري بكافة الاختصاصات يشمل تقييم الحالة الصحية للمواطن بأخذ مواعيد مسبقة وإجراء استعدادات لإجراء الفحوصات حتى تطلع النتيجة مالتها صحيحة. نعم. مع أخذ بنظر الاعتبار التاريخ المرضي والعائلي واللايف ستايل. نعم. إلى الشخص، وبعدها الطبيب يحدد ما هي الفحوصات اللي تجرى، اللي قد تكون فحوصات مختبرية وقد تكون إجراءات أخرى مثل تخطيط القلب، السونار، المفراس، هاي الفحوصات المتقدمة. الهدف من عندها هو الكشف عن الأمراض التي لا توجد لديها أعراض. الأمراض التي لا توجد أعراض، أعراضها قد تكون بداية مو واضحة. نعم. هاي نقطة. أيضا تشخيص الأمراض، يعني الكشف المبكر عن الأمراض التي لا توجد أعراض لها واضحة، والتشخيص الأمراض وعلاج الحالة لمنع تعقيداتها، وهذا هو الأساس الموضوع حقيقة. الفحص بإجراءات يعني مسبقة. نعم. في هذه المراكز، هذه المراكز تعطي مواعيد مسبقة، تتضمن في البداية تحديد موعد مسبق مع جلب كافة الفحوصات والتقارير الطبية السابقة. حلو. للشخص. وبعدها بعد ما ينوخذ التاريخ المرضي مالته، اللايف ستايل، يلعب رياضة، مدخن، مثلا يتناول الكحول أو يعني أي ممارسة أخرى لازم أيضا نوثقها. يأكل لحم هواية، يأكل خبز هواية. أي طبعا. ولذلك بالاستعدادات لما يجي لازم قبل 3 أيام هو مو ماكل أكلات دسمة. صحيح. وما ماكل يعني أكلات مملحة بشكل كبير قبل 3 أيام، تخيلي يعني. صحيح. مو مثل مو قبل 24 ساعة، يعني مثلا مثل ما هسه يقول له صوم 8 ساعات أو 12 ساعة. صح. لأنه دقة التحاليل هي المهمة. بعد ذلك طبعا راح نشوف أنه شنو العوامل الاختطار اللي عنده. العوامل الاختطار قد تكون عائلية. نعم. أكو عوامل الاختطار حسب العمر، كل ما يكبر العمر هو أكو أمراض معينة تصيبة. إذا كان رجل أو امرأة طبعا. صحيح. كلش مهمة. صحيح. يعني فحوصات الرجل تفرق عن فحوصات المرأة. دكتور، خلينا نقسم المجتمع العراقي من ناحية الطبقية إلى طبقتين، لأن احنا قلنا دائما، أنا يمكن أعيد بموضوع أنه الطبقة الوسطى بلشت تنقرض أو تنتهي بالعراق، أصبحت طبقة فقيرة جدا، وهي ما عندها يعني ما عندها الإمكانية أنه تدفع فحوصات متكاملة، ومو ببالها أصلا، تقول الصحة. صح. على الله. دائما احنا العراقي عنده مكافح، شخص قوي مكافح، عنده استشعار بداخله أنه هو إن شاء الله الصحة على الله وأكيد ونعم بالله. صح. الطبقة الأخرى اللي هي ميسورة الحال، اللي هي ما عندها ثقة بأي مركز بالعراق، يا أما تتجه العمان، يا أما تتجه إذا كان جدا ميسورة الحال ألمانيا. صح. يا أما تتجه للإمارات مثل ما ذكرت قبل قليل. هذه الثقة المعدومة وثقة المواطن اللي هي سؤال، هل مجتمعنا يمتلك ثقافة أو يمتلك الثقة المتبادلة ما بين وزارة الصحة والأجهزة المتوفرة للكشف عن الأمراض المبكرة، ولا لحد الآن قلنا الطبقة الفقيرة تقول على الله الصحة
وميسورة الحال تتجه للدول الأخرى التي تمتلك أجهزة بحسب ما تقول هذه الطبقة أنها متطورة جدا وتكون تحاليلها دقيقة جدا. نعم طبعا كلامك دقيق حقيقة، ويعني هو ده تعكسين مرآة الواقع. نعم. في العراق إذا كان من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الصحية أي أكو شيفتينج، أكو انحراف في اتجاه وزارة الصحة بنحو القطاع الخاص. صحيح. وعدم الاهتمام بالقطاع العام بل وإهماله لأسباب معروفة كثيرة، أنه أغلب المستثمرين في هذه المستشفيات الأهلية هم من الأطباء وهم من منتسبي وزارة الصحة أيضا ترى بالمناسبة، يعني هم دا يلعبون على العام وعلى الخاص. أنا أقول أنه برنامج الرعاية الصحية الأولية، برنامج الرعاية الصحية الأولية اللي هو صحة الأسرة في العراق، يتضمن بشكل خجول نوع من الملفات الصحية اللي تتضمن الحالة المرضية والتاريخ المرضي للعوائل أو المراجعين حسب الرقعة الجغرافية، لكنه مو مفعل بطريقة صحيحة وبطريقة فقط بس بالاسم، يعني مركز صحي الفلان لصحة الأسرة لكنه بعيد كل البعد عن صحة الأسرة اللي هو يتضمن أنه ملف عائلي يوثق به كافة المعلومات اللي تتضمن الأمراض التاريخ المرضي للعائلة وللشخص. التفاوت ما بين جودة الخدمات ما بين العراق والدول الأخرى حتى الدول المجاورة، هاي الأردن أي دولة مجاورة. نعم. طبعا وهذا من الخزي والمعيب حقيقة على وزارة الصحة، تخلي أنه مواطنيها يذهبون إلى الدول المجاورة التي هي الدخل السنوي مالتها ما يتجاوز 3 مليارات أو 12 مليار دولار. إحنا نقوي لهم يا وإحنا طبعا واحنا نعطيهم احنا ندعمهم ايضا طبعا، يعني هاي قمه السذاجه للأسف. حقيقه انا اقول انه اذا حتى ما نطلع من الموضوع المهم، صحيح اكو شيء مهم اريد اقول عليه، الفحص الدوري مهم صحيح، خاصه في الاعمار الكبيره، خاصه في الناس اللي يعانون من عوامل اختطار معينه، عوامل وراثيه او حسب اللايف ستايل، مثلا هو مدخن او يتناول نوع غير صحي او اللايف ستايل مثل ما قلت حضرتك احنا يعني الاكلات الدسمه وما الى ذلك، يجب انه اختصاص. يكون معرض لامراض معينه، يعني انت العراقي يقول لك اليوم انا ما اقدر انام دام اكل معون تمن. بالضبط. مشكلة تمن كبيرة. لا وتمن مو بزل، لا يريد التمن بالدهن الحر لو بالزبده، اكيد هاي بعد الزيت احنا ما نريده، وهذا يومي الموضوع. ايه. مشكله كبيره. فاللي دا يصير الان في العراق حقيقه اكو مختبرات، هاي المختبرات عندها كتات اكسباير. نعم. قريبه الاكسباير. تسوي اعلانات على الفحص الشامل، هذا الفحص الشامل اكو واحد يسوي ب 25، اكو مختبر ب 30، اكو مختبر ب 70 حسب المواد الاكسباير العده، بس يريد يمشيها يدفعها لانه يخاف يجي عليه تفتيش، وهو التفتيش هم ماتينا كلش ضعيف، يعني ما راح يعني اللجنه الرقابيه ضعيفه للاسف. انا اقول لكافه المواطنين اللي يسوون هاي الفحوصات، ترى هاي الفحوصات اني صار لي خبره بهذا الموضوع وتابع هاي حقيقه، يجيني شايل التحاليل مالته طبعا والطباعه مالته تخبل كلها الوان، هو فرحان بنفسه وفرحان، وكو بس يتفنون يخلوا لي فايل واكو بها مثل ملف، ويجي ماشي في يوم من الايام لقيت في شيء استفاد من عده بصراحه، يعني اللي هو يعني من التحاليل هاي اللي نعم رغم نعم. بانه التحاليل طبعا مشموله بالفحص صحيح. الشامل اللي هي صوره عامه للدم، ليبيد بروفايل بالنسبه للدهون بعد صيام 8 الى 12 ساعه، والدهون لازم 12 ساعه حقيقه، وبالنسبه للسكر 8 ساعات، وايضا وظائف الكليات ووظائف الكبد والمؤشرات العامه للالتهابات اذا كان سيرم رياكتيف بروتين او الاي اس ار، غده الدرقيه حسب، لكنه اكو امور اخرى حقيقه انا اعرف المواطن انه خايف من عدها، خاصه في الوقت الحاضر بعد ما كثرة ملوثات البيئة وكثرة ملوثات المواد الغذائية والمصانع الموجودة داخل المدن. صحيح. بالضبط. سرطان ازداد عندنا، فعندهم هاجس عندنا احنا خاصة بعد عمر 45، شوف هاجس عندنا مخاف يخوف من هذه الأمور السرطانات، لأنه يقول لك أنا لازم تكتشفه مبكر وأنا خاف عندي وما أعرف به، وهذه المؤشرات يسمونها تيومر ماركر، هاي أيضا موجودة حقيقة إذا كانت هي أنتيجين، يعني بروتين سرطاني تكتشفه مثل البروستات سبيسيفيك انتيجين، هذا على سرطان البروستات. نعم.
واكو فحوصات اخرى هرمونيه مثلا الاتش سي جي اللي هو يكتشف لك سرطانات المبايض وسرطانات الرحم عند المراه. ايضا اكو سي اي وسي اي اي، هذا ايضا له علاقه بانواع كثيره من السرطانات ممكن انه الكشف المبكر لها. وايضا اكو انزيمات مثلا الكلاين فوسفاتيز او ال دي اتش ايضا مؤشر على السرطانات. هاي في الدول المتطوره حقيقه يسووه ويجروه، خاصه اللي عندهم عوامل اختطاف للرجال وللنساء. اذا تسمح لنا ناخذك الى استطلاع نشوف ثقافة المواطن العراقي بأهمية كشف أكيد المبكر، الكشف المبكر للأمراض، وأكيد نرجع حتى نتكلم عن تقرير ظهر ووصفه كورونا أنه هي كانت رسالة إلهية لتحذير جميع البشرية بأهمية أن تفحص بتكوين جسمك وماذا يحدث بالمستقبل، هل أنت عندك أمراض جينية إلى آخره من الأمور، وما ننسى أهمية الفيتامينز بحياتنا. نروح أكيد للشارع العراقي مع زميلتي نور الجميلي، وأكيد راجعين مع الدكتور عبد الستار الحمالي أخصائي الأمراض الباطنية والصحة العامة حتى نتحدث أكثر عن أهمية الفحص المبكر للأمراض. يسعد مساك المتابعين برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن أهمية الفحوصات الدورية للكشف عن الأمراض. خليكم ويانا نشوف آراء الناس بهذا الاستطلاع. والله أنا حسب مراجعتي للدكتور. يعني ما في شيء؟ لا لا لا. شنو الشيء اللي منعك إنه ما تسوي مثلاً فحوصات دورية؟ والله العجز. إيه. بس إيه. بس يعني إذا صادفت شيء أو شعور غريب تروحين تراجعين وتسوين؟ من أحس عندي فد شيء لا أروح أسوي تحليل أسوي أي شيء. اللي راجع صحتي يعني. والله كل ست اشهر افضل. حضرتك ملتزم بها؟ لا. احنا العراقيين الا الشديد القوي الله يودينا طبيب الاسنان، الطبيب او طبيب الاسنان. مو شرط طبيب الاسنان، اي فحوصات يعني؟ الطبيب قلت لك او طبيب الاسنان. اي الا من نتوجع يلا نروح. يعني الشيء اللي منعك انه انت العجز بس؟ لا مو العجز، تعب الحياه والتزاماتها، العراقي من الصبح من صبح الصبح على ما ينام بالليل بس يركض. يعني الالتزام هو اللي منعك وقت ما عندك؟ التزامات. لا والله انا ما اسوي فحوصات دوريه. يعني بصراحه شلون تقولين شلون الروتين يعني احنا خلينا نقول وقت ما عندنا مشغلين بالعمل شيء، فاغلب الاحيان الا الواحد يتمرض يلا يروح يسوي الفحوصات الدوريه، هو طبعا خطا يعني. اي بس هاي بعد وضعنا هيك. لو عندك وقت او مجال تسوي الفحوصات؟ اكيد طبعا اكيد، الانسان اهم شيء يعني يهتم بصحته، لكن انشغال بظروف الحياه هو اللي يمنع هذا الشيء. الانسان كلش قد يسوي تحاليل يعني، والمريض لازم كل شهر. واذا مو مريض؟ شوف شهر نشوف شلون يدبرها. عادي حتى لو كل ست اشهر كل سنه؟ لا مو شرط لا ست اشهر، ست اشهر شو يصير بالبشر؟ هسه المي مالنا كله امراض، حتى لو مال ارو من هذا كله امراض مو مضبوط. يعني تنصح الناس كلش قد تسوي تحليل؟ والله كل شهرين، يعني كل شهرين اضبط احسن. اي طبعا الراتب يسيطر عليه، يسيطر الدكتور يسيطر عليه. مثل ما شفتي ويانا اراء الناس حول موضوع الفحوصات الدوريه للكشف عن الامراض مبكرا، خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف. نور الجميلي. اكيد شكرا نور على هذا الاستطلاع. نرجع اكيد مع دكتورنا عبد الستار العزيز. خلينا نتكلم على الرساله الالهيه اللي جاءت كورونا للبشريه، يمكن غيرت اللايف ستايل مالتنا كلنا. يعني أنا عن نفسي كنت شيء أصبحت شيء، أهلي كبار السن يمكن كورونا جاءت فلترة أنه لازم إحنا نأخذ بالحسبان، ولو إذا إحنا على قولتك يعني يعني جايين إحنا نقول الصحة على الله أوكي ونعم بالله، لكن الأمور اللي توفرت التطور اللي صار لازم إحنا نحب نفسنا نحافظ على صحتنا نطول من عمرنا أكثر. فخلينا نتكلم عن التحول اللي صار بثقافة المواطن العراقي بخصوص توجهه إلى المختبرات، مثل ما ذكرنا ما شاء الله 25,000 50,000 ودي يسوون أوفرات، إحنا جزيل الشكر لكل المختبرات المنتشرة بالعراق. هل هي كافية؟ نعم حقيقة بالنسبة لكورونا موضوع كبير، هو مؤشر أول شيء على الواقع الصحي بشكل عام والتغيرات اللي ممكن تحصل حسب العصور. صح. يعني قبل كانت أكل فطريات، بعدها جت أو قبلها حتى الباراسايت. صح. يعني
الطفيليات، بعدين الديدان، وبعدين الطفيليات، وبعدين الفطريات، وبعدين البكتيريا، إلى ما وصلنا للفيروس. الفيروس هذا الحيوان العجيب اللي هو حقيقة مو حيوان، لكن يدخل الخلية يصير حيوان، يستغل الخلية لأنه بس مجرد دي إن إيه لورا إن إيه اللي هو معروف. كانت رسالة كبيرة حقيقة للعالم كله، إنه يجب الاهتمام الآن بالخدمات اللي تقدر تواجه هيجي أزمات صحية اللي تحتاج لها تكنولوجيا وتراجع ردة الفعل وتحتاج لها ثقافة عالية، صح. التزامات من قبل المواطن أيضا. فلجأنا لهذا الموضوع، ولذلك تشوفين إنه صار تطور كبير بهذا الموضوع اللي هو عالم الفيروسات وكيفية ممكن إنه بأي لحظة تصير عندنا جائحة وممكن تؤدي إلى وفيات كبيرة. بالنسبة للمواطن لحد الآن حقيقة ما مستوعب الأمور بالعراق، أنا أحكيها بصراحة، حب صراحة شيء. لحد الآن إحنا لحد الآن بعدنا تحت نظرية المؤامرة والاستخبارية، الاستخبارية الفيروس استخباري و... حلوة الفيروس، إيه طبعاً حبيتها. حقيقة هذه موجودة وأكو من يعتقد بها، وهي طبعا بعيده كل البعد، ما وتظهر اذا كان هذا ولا هذا هو حاله دا توصل لك انت، اذا تجيك بالطياره ولا تجيك عن طريق تصرفاتك او تجيك عن طريق الحيوان هو موجود. اذا يجب انه نرتقي بالمستوى الثقافي الصحي على الحد اللي نقدر نواجه هذه الامور. ايضا من الناحيه الاخرى اللي هي الامراض المزمنه اللي صارت، امراض السكر والضغط. الان السكر 30% من الناس عندهم سكر لكنهم ما يعرفون به، ولذلك يجب انه، وطبعا هو مشكله عالميه، فالFDA الامريكيه او الجمعيه الامريكيه لامراض السكر توصي باجراء الفحص بعد ال 35 سنه وكل 3 سنوات، وبعد ال 45 لازم كل سنه يسوون فحص عن التحري عن السكر ولو مره بالسنه. نعم. بالنسبه للضغط، الضغط التحري مالته كل سهل، يعني ممكن انه هذا يقيس الضغط مالته، لكنه حقيقه دي يزداد العدد مالته ويسموه القاتل الصامت. اذا الكشف المبكر عن هذه الحالات توقينا من التعقيدات مالتها، وهي شغلتها بسيطه، او ممكن نغير اسلوب حياتنا. اكيد ضروري جدا، يعني اليوم المواطن العراقي يركز على اسلوب حياته. يعني يمكن انا برايي انه المواطن لحد الان ما مستوعب اهميه الفحص المبكر، او ما ماخذه بالحسبان. يعني دائما نريد نعرف شنو السبب، هل هو المشاكل او مرات الاخبار الكاذبه اللي يهولها السوشيال ميديا، مثلا كحمى النزيفيه، احذروا من الحمى النزيفيه وتتتاو البسوا كفوف، ولما تشترون اللحم جمدوه، هاي نمبر 1. اجتنا مرض القرده، هاي مشكله، يعني جدري القرده اللي هم سوى طنه ورنه ومن الحبايه كبايه، وهي طلعت شخص ياكل لحم قرده. احنا ما ناكل، احنا عايشين على يعني العجل، لحم العجل ولحم الى اخره من الامور. اللي يعني لحد الان نريد نعرف انه المجتمع العراقي ليش ما مستوعب اهميه الكشف المبكر عن الامراض. صحيح. هل هي الاخبار؟ هل هو التهويل؟ هل هو السوشيال ميديا؟ لا. هل هو المسؤوليات الكثيره، نسبه البطاله، الطلاق؟ صح. نسبه الطلاق، يعني ما نعرف، هي كل شيء متصل بشيء. صح. طبعا بالنسبه للامراض اللي قلت عليها امراض خطره حقيقه، واحنا جزء من منظمه الصحه، من الواقع الصحي العالمي، ومنظمه الصحه العالميه يعني اشرت عليها. بالنسبه للحمى النزيفيه هي موجوده في افريقيا وبانواع كثيره، هي فيروسات تسببها، والحمى النزيفيه بالعراق حقيقه كانت من الدول واطئه الوبائيه، بعدين صعدت لانه الظروف مثل ما قلنا، عدم الرقابه على الجزر العشوائي وما الى ذلك. كسوشيال ميديا ما يرسل. بالنسبة للجدر القردة حالة حال فلاونزا الخنازير، التقرب إلى الحيوانات صار، أو أكل لحومها، قام ينتقل بين الإنسان إلى الإنسان. نعم. وكان ينتقل عن طريق التلامس، بعدين قام ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي. صحيح. بال22 انتقل عن طريق الجهاز التنفسي ومن الإنسان إلى الإنسان. إذا دخلنا في مرحلة خطرة، وهذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية، خاصة الآن البارحة أعلنوا حالة في الأردن، وإحنا يجب أنه ننتبه أنه هذا الفيروس ترى ينتقل عن طريق الشخص المصاب إلى الشخص الآخر، وخاصة الوافدين من الخارج، عن طريق التلامس وعن طريق أيضا الجهاز التنفسي، لأنه مهم جدا وما نعرف شنو السيكولي مالته حقيقة مثل ما قلتي. بس أنا أكد على نقطة مهمة، ليش المواطن العراقي يبتعد عن الثقافة الصحية؟ لأنه ما مستقر من الناحية الاجتماعية، ما مستقر، ما مأمن مستقبله،
ما الظروف داخلوك انه انت من ازمه الى ازمه. صح. من ازمه الاحتلال، من ازمه الحصار، ازمه النظام السابق والحصار وبعدين الاحتلال وبعدها وضع المواطن العراقي متخلخل متخلخل دائما متوازن. داعش وهذا هسه الفساد. صح. هسه الفساد هسه الفساد هسه واحد يقول لي اخي انت وجهك اسود واحنا حايرين شلون من نصدق وهذه وتتعرفين الفضائيات وشلون تغطي على الموضوع. اذا المواطن العراقي ما ضامن مستقبله، ما ضامن الطالب بالدراسة انه هو يتعين، ما ضامن حتى الاب، ما ضامن مستقبل بناته ومستقبل اولاده. ولذلك تشوفين العالم تركض على توفير المستلزمات الاساسية للحياة. صح. السكن والغذاء يجي وكهرباء، ولذلك تشوفين الجانب الصحي يهمله، مهمل جدا. صح، لانه كثرة الضغوطات والمسؤوليات وما ننسى غلاء المعيشة، في حين انه في السابق كانت بالعكس. صح، غلاء المعيشة اللي دا يتعرض له المواطن العراقي من ناحية البنزين، من ناحية الأكل، من ناحية ارتفاع العقار وغيرها من الأمور، هو اللي تخليه غير متوازن وغير يعني ما عنده إحساس بأهمية، لأنه كثرة الأمور وكثرة الضغوطات الإنسان يفكر بالتارجت، شلون يعيش، شلون يكمل حياته. صح. شلون يعيش جهالة، شلون يقوم الصبح يقول ألف الحمد لله أني أمنت كل إيجار والكهرباء الآخري. خلنا نتكلم عن الحملات التوعوية. نعم. اللي احنا نشوفها نوعا ما مهمله. احنا اللي نشوف انه الحملات ده تصدر فقط يعني من المراكز الخاصه اللي هي تدفع يعني جهد ذاتي من عندها انه هي توفر اعلانات وتنشرها بالشوارع العراقيه كمختبر متخصص. نعم. بكشف الامراض. نعم. طبعا الرسائل التوعويه احنا راح نوجهها الى نعم. المحترفين. أكيد. وزاره الصحه والى المواطن العادي. وزاره الصحه عليها انه تأكد أو تبني مراكز للفحص الدوري الشامل يتوفر به كافة الاختصاصات وكافة الفحوصات وتوعية المواطن لإجراءها حسب جداول حسب مواعيد مسبقة. حلو. وتوعية المواطن على كيفية إجراءها بالطريقة الصحيحة. حلو. يعني أنت لما تروح لإجراء الفحوصات يجب أنه أنت مثلا ما بذل جهد كبير جدا لأنه يأثر على النتائج، ما ماكل أكلات دسمة وأكلات مملحة لأنه يأثر على النتائج، ما ماخذ مكملات غذائية اللي دا نتناولها بشكل عشوائي. عشوائي وصح. الصيام 12 ساعة، عدم شرب مثلا الشاي أو القهوة قبل الإجراء الفحص، هذه كلها مهمة يجب أنه حتى تكون دقة الفحص هنا. صح. ويجب أنه تكون في أماكن محصورة في أماكن معينة كل الإجراءات تجري وما كفى الفحوصات حتى نقلل من العبء على المواطن من التنقل ومن الوقت لأنه أكو بيهم كبار السن. هذه رسالة إلى 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 وزارة الصحة، إضافة إلى تفعيل هذا ضمن برنامج، هي أكو برامج الكشف المبكر لسرطان الثدي، برامج الكشف المبكر للضغط والسكر، ممكن أنه نطورها ونسوي إجراءات للفحص الدوري على السرطانات، الأمراض غير يعني المزمنة وغير الانتقالية، إضافة إلى الأمراض المزمنة ممكن أنه تسوي بها. أما المواطنين فأنا أكد على نقطة مهمة، أول شيء ما يركضون وراء السعر وراء المختبرات ويسوون تحاليل عشوائية، هاي ترى مو صحيحة. التحاليل يجب على الأقل تقدير أنه يحددها الطبيب حسب التاريخ العائلي، حسب التاريخ المرضي للشخص وحسب عمره إذا كان امرأة ولا كان رجل، وبعدين نحدد الأشياءات حسب اللايف ستايل، حسب نمط الحياة وحسب الاختطار إذا كان اختطار جيني أو اختطار عائلي ونحددها هذه. وهذه الفحوصات يجب أنه يقراها طبيب، والفحوصات الأخرى إذا كانت التخطيط القلب ولا الإيكو ولا السونار ولا السيتي ولا الأشعة يجب أيضا أنه يحددها الطبيب. طبعا جذبني تعليق أنه إحنا بعد كم يوم رح ندخل ب يعني اللي هو الحظر، حظر التجوال بسبب التعداد السكاني من أجل الجرد. اليوم نتمنى أكيد يعني هو شنو التعليقات اللي ذكروها أحد المواطنين، قال نتمنى أنه يصير هذا الحظر من أجل أنه تصير حملات توعية وجبر المواطن العراقي على حساب الدولة بأهمية حياة المواطن العراقي. صح. وأكيد توجهها إلى أقرب مركز موثوق من يعني بأكيد الأجهزة المتطورة للكشف عن الأمراض. إحنا ما نريد يعدون أعدادنا لأن إحنا بتزايد للأسف. أكيد. بمشاكل بفساد إلى آخره، لكن نريد حكومتنا أيضا أن تهتم بصحتنا أكيد كالسابق.
طبعا اذا 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 الحكومه والدوله تحترم المواطن وتحترم شعبها فهي تبحث عن مشاكل وحل المشاكل، مو الابتعاد عنه ومجرد هسه الان صار انه بس مجرد انه واحد يحافظ على السلطه والبقاء في المنصب. انا اقول انه الواقع الصحي في العراق يحتاج لاهتمام كبير من قبل الدوله، من قبل الحكومه، وزاره الصحه يجب انه تواكب الحداثه، يجب ان تطور، يجب انه تبني مستشفيات مؤسسات حسب الكثافه السكانيه، يجب انه تطور الخدمات، هاي الخدمات اللي نحكي عليها اليوم احنا هاي يسمونها مؤشرات او معايير متقدمه بالدول المتطورة. احنا كنا هيجي، ليش هسه رجعنا؟ مو انتوا جيتوا هسه وعدكم مليارات، المفروض انه انتوا تسعون الى تطوير، انتوا مو بس حاير تسوي صيانة الى المستشفيات القديمة، يجب انه تنشأ مراكز تخصصية لإجراء الفحص الدوري، مراكز تخصصية لعلاج الأمراض، الجهاز الهضمي، زراعة نخاع العظم، أمراض القلب، وتطويرها حسب الكثافة السكانية. وعلى المواطن أنه حقيقة مثل ما قلت حضرتك أنه يهتم بتغيير نمط الحياة، يجب أنه يتبع نمط حياة صحي، إذا من ناحية الغذاء، من ناحية ممارسة الرياضة، النوم الجيد، تناول الماء، الابتعاد عن الحالة عن العادات السيئة مثل السجائر والحلويات، أنا أعتبرها من علاقة سيئة جدا. حقيقة المحافظة على الوزن صارت مشكلة، مشكلة النوم كبيرة. النوم الآن العراقيين ينامون بالنهار ويقعدون بالليل، هذه مصيبة يعني، إذا عشوائية كبيرة جدا. ممارسة الرياضة الصباحية، لا يمكن واحد يستغنى عنها، لأنه الأكسجين يكون الجو مشبع بالأكسجين، لأنه النباتات تطرح الأكسجين في الليل وتسحب ثاني أكسيد الكربون، ولذلك الأوتدور، ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق هي من أهم المنشطات إلى الجهاز التنفسي. هسه خليه يتوجه إلى الصالة الرياضية وبعدين يفكر بالهواء الطلق. إحنا لا ننسى أكيد العواصف الترابية اليوم، أكيد الجو مغبر، هاي مشكلة كبيرة. ايضا نشوف التلوثات المنتشره بالاجواء، واكيد النساء ما يقدرون يتمشون بالشارع، لان تدري يعني يعني تجاوزات من بعض اصحاب النفوس الضعيفه. بس اكو حمله تشجير سمعت بها انه بالعراق، بلكت هذه صحيحه ان شاء الله، يعني التشجير في كافه العراق. احنا نتمنى الصحه والسلامه اكيد لجميع المواطنين، رساله بكل حب بكل صدق من دكتورنا اكيد عبد الستار ومن قناه السومريه كسلطه رابعه، أنه يعني إن شاء الله أن يكون المواطن العراقي أن يعني يكبر عنده الإحساس بأهمية صحته. شكرا جزيلا دكتور. شكرا، أهلا وسهلا بك، نورتنا. شكرا جزيلا. ننتقل أكيد إلى التوعية المهمة اللي نعاني منها من سنين من عقود بأضرار التدخين، وشنو الطرق أو ما هي الأنظمة أو ما هي التطورات اللي طرأت على أكيد بعالم التدخين بأهمية الإقلاع عنه. خلينا نستضيف دكتورنا وسيم جيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغة في العراق، دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا. يا هلا ومية هلا بيك دكتور. يسعد مساءك، عليكم السلام والرحمة، تفضل. اليوم راح نتجول بمجال كبير وأضرار يعاني منها المواطن العراقي، وخاصة المواطن العراقي هو للأسف يعني كثير من المواطنين عندهم إدمان بالتدخين بسبب المشاكل المسؤوليات، فيتجه إلى التدخين لأنه هو الوحيد، يحس أنه يقول لك الججارة هي الوحيدة اللي تحترق علي، ما حد يحترق علي. صحيح، هي هاي المشكلة، مشكلة يعني كبيرة، مشكلة كبيرة حاليا في مجتمعنا. صحيح، أنه بدأت هذه الـ 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 يعني الـ يتعاطى هذه المنتجات الكثير من شرائح المجتمع. صح، المشكلة أنه بدأت الأعمار الصغيرة تتعاطى هذه المنتجات، منتجات التبغ، وبدت النساء أو خاصة الفتيات يعني يتعاطن هذه المنتجات بكثرة في مجتمعنا. هذه مشكلة، لأنهم إن يبدي يتعاطى هذه المنتجات في عمر صغير فإنه من الصعوبة إنه يقلع عن هذه المنتجات في مستقبلا. إذا نحكي عن واقع العراق، أصبحت هناك مولات من أنواع النكهات، أنواع التبغ. نعم. أنواع الألوان.
نعم. اللي تخلي المواطن يعني حتى صاروا يطقمون الفيب السحبات صحيح. مع الجنطة صحيح. مع إلى آخره نعم. بكثرة النكهات نعم. بالتالي هذه الحملات التوعوية اللي تصير غير كافية يعتبرها المواطن العراقي نعم. وما راح تساعد المواطن العراقي أو الشباب بشكل عام لأنهم أكبر شريحة نعم. بالمجتمع نعم. عن الإقلاع. صحيح كلام صحيح أنه هذه المنتجات بدأت انتشرت في العراق بشكل جدا كبير. سياسات شركات صناعة التبغ في الترويج لهذه المنتجات ويعني إضافة بعض المنكهات والمطيبات يعني بأشكال أيضا بألوان مختلفة وخاصة السجائر الإلكترونية اللي أيضا انتشرت في مجتمعنا بشكل كبير. بدأ هذه الأشكال المحببة والألوان المحببة لهذه المنتجات والنكهات المختلفة بدأ أنه يعني شرائح المجتمع يتعاطى هذه المنتجات بكثرة مثل ما قلنا من قبل البالغين والشباب وحتى النساء بدأت تنتشر هذه المنتجات بكثرة. بالحقيقة يعني هي ليست الحملات التوعوية كافية بشكل مناسب لكنه إلى درجة معينة يمكن يعني تحد من هذه الانتشار. تكاتف جميع وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الإعلامية بهذا الموضوع ضروري جدا. في حالة ضرب فرض الضرائب على هذه المنتجات يمكن يقل تعاطي هذه المنتجات. في حالة ضبط الحدود وعدم دخول هذه المنتجات بطرق غير مشروعة يمكن يعني يحد من هذا تعاطي هذه المنتجات. وزارة التربية شريك أساسي مع وزارة الصحة وزارة التعليم العالي كافة الجهات لها دور في مكافحة التدخين. ليست هذا الموضوع على عاتق وزارة الصحة وليس يعني مجرد أنه حملات توعية. تكاتف الجهود بالفعل يعني شكلت لجنة عليا مكافحة التدخين برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة وعضوية كافة الجهات اللي لها علاقة بمكافحة التدخين من كافة الوزارات ومنظمات المجتمع المدني جهاز الأمن الوطني شرطة مجتمعية. هذه الجهود يعني المشتركة على الأقل تحد من تعاطي هذه المنتجات في مجتمعنا اللي منتشرة بشكل جدا كبير. بالحقيقة احنا دا نعمل حاليا مع لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي على تشريع قانون الحماية من أضرار التبغ. مشكلة العراق انه كل 5 عراقيين اكو شخص مدخن، لكن المشكلة الأكثر هي في تطبيق القانون. يعني 40-50% من العراقيين يعانون من التدخين السلبي، أما يعني أحد يدخن داخل مكان مغلق كالسيارة ومكان العمل أو كافيهات المطاعم اللي منتشرة أيضا بشكل كبير فإنه يستنشق دخان الآخرين. هذا التدخين السلبي بشكل غير مباشر يستنشق دخان الآخرين، فنفس الأضرار الصحية اللي يعاني منها المدخن يعاني منها الشخص غير المدخن. هناك استجابة كبيرة من لجنة الصحة والبيئة في تمرير القانون. حلو. مشروع القانون، هذا مشروع قانون يتماشى مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة. خلينا نتكلم عن تفاصيل مشروع القانون اللي ذكرته. نعم. حاليا دكتور. نعم، هذا القانون يتماشى مع العراق جزء من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، واغلب الدول بدأت يعني تحدث قوانينها وتشريعاتها لأنه شركات صناعة التبغ تخطو خطوات وتلتف على القوانين النافذة. فالعراق حال الدول العضو في الأعضاء في الاتفاقية الإطارية بدأ يحدث تشريعاته وقوانينه بما يتماشى مع يعني القوانين الدولية بهذا الموضوع، وللحد من معدلات الانتشار المتصاعدة لهذه المنتجات في المجتمع العراقي. دكتور خلينا نتكلم عن الصعوبة الكبيرة اللي يواجهها أي شخص إن كان شاب أم شاب أم كبير بالسن عن الإقلاع عن التدخين، لأن هي المشكلة كلها أنه عبارة العراق كلها وعاصمة بغداد مليانة أكثر شيء مطاعم وكافيهات. صحيح. والكافيهات والمطاعم موجودة. نعم. ماكو سكشن، ماكو أقسام مدخنين. صحيح. وغير مدخنين. صحيح. هذه الثقافة معدومة جدا. صحيح. فهي هذه مشكلة كبيرة يواجهها العراق. إحنا أصبحنا لدرجة مدمنين بالتدخين، يعني إذا كانت هي تأخذ جيجارة واحدة أو باكيت جيجار تستهلك. نعم. أقول أنا تركت التدخين راح أنتقل للسحبات، تركت السحبات راح أنتقل للآيكوس. صحيح. تركت الآيكوس راح أدخن أرجيلة. صحيح. باليوم.
هي المشكلة أنه إحنا ضايعين بدائرة ما نقدر نتخلص منها، عبارة عن سجن من التدخين مليان، كل يعني مليان بكل الأقسام اللي ما تخلينا نتخلص، وأكو صعوبة كلش كبيرة. شنو السبب؟ شنو الحل؟ صحيح مثل ما ذكرت حضرتك، يعني انتشار هذه الظاهرة في الأماكن العامة كالمطاعم وال يعني كافيهات، بالحقيقة أنه الرقابة الصحية تتخذ خطوات، لكنه تتواجه أيضا تحديات في تنفيذ القانون بشكل صحيح، القانون النافذ، وبمساعدة الجهات المعنية من وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني في الحد من هذه الظاهرة المنتشرة في مجتمعنا. لكنه مثل ما قلنا يعني الكثير من التحديات تواجهها. المنتجات الجديدة الناشئة اللي كالسجائر الإلكترونية والأرجيلة الإلكترونية بأشكال وألوان مثل ما ذكرت حضرتك، أنه تظهر بالأسواق بأشكال معينة وفي الأسواق وفي الحوانيت وفي الأماكن العامة، هذه الأشكال والألوان تتحبب مثل ما قلنا الصغار، الفئة العمرية الصغيرة، المراهقين في تعاطي هذه المنتجات. ومثل ما ذكرت حضرتك، من يتعاطى هذه المنتجات بشكل بسن صغير فإنه من الصعوبة أنه يقلع عنها. مثل ما قلنا أنه واحدة من المخاطر الصحية من تعاطي هذه المنتجات منتجات التبغ هو الإدمان. من يدمن على هذه المنتجات فيصبح من الصعوبة أنه يقلع على هذه المنتجات. حال الإدمان على الكحول، حال الإدمان على العقاقير، أنه خدمات القلع عن التدخين حتكون صعبة في بداية إذا بدأ بسكن مبكرة أنه تعاطى هذه المنتجات. دكتور، هي المشكلة يعني كإشاعات وكثقافة سائدة أنه شبابنا والمراهقين تقول له أنه أنت صير رجال ودخن، لأنه أصبحت للأسف التدخين هي من صفات الرجولة. هذه مشكلة كبيرة، هذه يعني اللي التشبه بالكبار، أنه من يبدي يدخن أنت صرت جرون أب راشد. صحيح، هذه نشوفه في مجتمعنا. كذلك أنه التقبل المجتمع اختلف، كان سابقا الأم يعني شوف ابنها يدخن كانت خوفة بأبوه أو يعني تقطع المصروف عنه، هسه حاليا نشوف أنه يعني تقبل المجتمع اختلف أو تقاليد المجتمع اختلفت، أنه بدأت هي الأم مثلا يدخن أو يعني ولد إذا شافت ابنها يدخن فأصبحت يعني المسألة عادية. ويعني شركة صناعة التبغ تفننت في يعني أشكال بحيث لا صعوبة على الأم أو الأب أو المعلم أو المعلمة أنه يعني تكتشف أنه هذه هي سجائر إلكترونية بأشكال يعني مثل القلم أو مثل يعني بأشكال يعني تصعب على اكتشاف أنه هي سجارة إلكترونية، لكنه الحقيقة هي سجارة إلكترونية، مقلدات لهذه القرطاسية بدأت تنتشر في مجتمعنا بكثرة. يعني ذاك اليوم كنت بإحدى البيوت العراقية كضيفة، فقاعدة أنه أستنشق ريحة طيبة كلش. ريحة طيبة كلش. فسألتهم هذا المعطر الجو منين؟ فقالت لي لا، يعني عندنا احد الافراد العائله دي يدخن يعني، وهذه السحبات بها رائحه جدا طيبه يعني. فهاي المشكله يعني انه انت شلون ما تجي للموضوع تريد تقلع تريد تتركه ما راح تقدر. مثل ما قلتي حضرتك انه هذه النكهات والمطيبات اللي تضاف الى هذه السجائر الالكترونيه او الارجيله الالكترونيه بالحقيقه هي مضره بالصحه بكل اشكالها، واثبتت الدراسات الحديثه انه هذه المنتجات واذا اضيفت اليها هذه النكهات والمعطرات وهذه بالعكس حتكون اكثر ضرر على صحه الانسان، ضرر على رئه، ضرر على جميع اجهزه الجسم. بالفعل الدراسات الحديثه بينت انه هذه المنتجات لها تاثير جدا كبير لمن يتعاطى هذه المنتجات، ومن يستنشق هذه المنتجات داخل الاماكن المغلقه ايضا سيصاب ب يعني اضرار صحيه مشابهه لتعاطى هذه المنتجات. زين، شلون نقدر دكتور انه نركز اكثر على حملات التوعيه؟ شلون نقدر كعراق وزارة الصحة، أكيد الجهود المبذولة إحنا شاكرين لها بكل الجهود اللي تبذلها، يعني الله يعين وزارة الصحة على شنو تريد السيطرة على الأمراض، على الفيروسات، على التهويل بالسوشيال ميديا، على تخويف المواطن العراقي والمشكلة الكبيرة التدخين. فهي كافي العلامات التحذيرية الموجودة بكل الباكيتات الخاصة بالسجائر،
هاي مو كافيه اصلا ما نشوفها. صحيح. اصلا هذه بلير يعني مشوشه. صحيح. يعني موجوده بكتابات. صحيح. جدا كبيره احنا ما نشوفها. شنو الحل؟ شنو الحل برايك؟ يعني يعني مثل ما قلت حضرتك العلامات التحذيريه انه وشوف انه اكثر المنتجات الموجوده في الاسواق العراقيه لا تحمل علامات تحذيريه، لا تحمل علامات تحذيريه داخله بطرق غير مشروعه. عندنا نسافر ونشوف منتجات التبغ نشوفها بعلامات تحذيريه اكبر. هذا الموضوع يعني تحديات تواجه عمل وزاره الصحه. بالحقيقه انه اكو حملات توعويه، اكو الكثير من الجهود وجهود القنوات الاعلاميه في التوعيه من هذه الاضرار. حقيقه ليست اضرار صحيه فقط، اضرار اقتصاديه من يتعاطى هذه المنتجات. العراق ينفق يوميا في اليوم الواحد اكثر من 3 مليار دينار على شراء هذه المنتجات. هذه المنتجات تخرج خارج العراق كعمله صعبه يوميا، فهذه خسائر كبيره تكبدها المجتمع العراقي. لو استفدنا هنا من هذه الاموال الطائله التي تخرج خارج العراق لحل مشاكل كثيره يعاني منها العراق، لكن استفادينا من عندها. لكن نشوف انه نشتري هذه المنتجات اللي تضر بصحتنا وصحه ابنائنا. تعرفين حضرتك انه الاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 سنوات من كثيري مراجعات لاطباء الاطفال من قبل ذويهم يعانون من مشاكل تنفسيه جراء استنشاق دخان ابائهم او امهاتهم او جدهم او جدهم بالبيت اذا كانوا يعني يتعاطون او يدخنون داخل البيت داخل اماكن المغلقه في سياره في احنا حتى ثقافه دكت اللي هي الساحبات. نعم. اللي تسحب التدخين تسحب غيرها احنا. نعم. ما عندنا نلقاها بس فقط بالصالونات. صحيح. صحيح. النسائيه. فشوفين انه هذه الاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 سنوات واللي اعمارهم اقل من سنه والاكثر اللي اعمارهم اقل من شهر يعانون مشاكل تنفسيه كالحساسيه والربو اذا كان احد بالبيت يدخن. حقيقة الكثير من التحديات تواجه عمل وزارة الصحة في يعني تقديم الخدمة للمواطنين وأيضا الإقلاع عن التدخين. أغلب المراكز الصحية تقدم هذه الخدمة، وبعض العقاقير كمعوضات النيكوتين هي يعني بعضها موجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي يعني تستخدم يعني كمضاد الكآبة وأيضا تستخدم كمعوضات النيكوتين أيضا، لكنه يعني يحتاج لنا يعني مزيد في جهود في توفير يعني معوضات النيكوتين الأخرى. عندنا نعمل مع نقابة الصيادلة في العراق في تحسين او توفير هذه المنتجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية. هناك الكثير من يعني من يتعاطون هذه المنتجات هو يرغب بالتدخين، لكن مثل ما قلنا هو إدمان، فيحتاج الى فد يعني في سكيدجول معين او فد برنامج معين للإقلاع عن التدخين. ويعني هي الإرادة، إرادة الشخص اللي يريد يقلع عنها التدخين هي بدرجة أساس من يقرر أنه يعني يترك التدخين، وبإرادة قوية يمكن يتغلب على هذه التحدي الكبير في الإقلاع عن التدخين. دكتور وسيم قيلان معاون مدير مكافحة التبغ في العراق، رح نأخذك إن شاء الله إلى استطلاع جولة. نعم. في الشوارع العراقية ونشوف ثقافة المواطن بأهمية الإقلاع عن التدخين. شكرا جزيلا. نروح أكيد نشوف تقرير اللي عد لنا زميلي علي خشان وراجعين حتى نكمل محاورنا أكثر بمورنينج لايف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف. استطلعنا لهذا اليوم بخصوص التوعية بأضرار التدخين وأهمية الإقلاع عنه، فخليكم يعني معرفة آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. عادي يعني ماكو فشي يعني يمنعني اقدر اترك التدخين، يعني مو فش فد عادي، بس هي له يعني التدخين ترى اولا ينشط التفكير مالتي. انا يعني بالنسبه لي يعني ادمان حجي. لا مو ادمان، هو الادمان هذه مخدرات، هذه ما بيها مخدرات. يعني لو بيها مخدرات كان يعني العالم عافت المخدرات والسجائر ارخص من المخدرات. بس التدخين يعني من قديم الزمان، مو هسه، مو يعني مو وجوده هسه. يلهي نفسه بغير امور، يعني مو شرط مثلا اذا هو اضطر الامر يدخن مثلا يقرا كتاب او يلهي نفسه مثلا بشغل. هو التدخين يجي من الفراغ يعني، فلازم واحد شي يسوي يلهي نفسه بغير امور، مثلا يطلع يغير جو، مو الا التدخين يعني ويغير نفسيته من التدخين. لا هسه انا ما ادخن،
بس من مثلا اريد مثلا ادخن افكر او شيء بالتدخين الهي نفسي بغير امور. ما فكرت انه بيوم من الايام تترك التدخين؟ لا افكر كثير بس ما اقدر اترك. يعني صار موضوع ادمان؟ نعم. صار لك كم سنه تدخن؟ 98 تقريبا. من يا سنه؟ 98. ل 98. مفكر انه تركه بالمستقبل؟ نعم. والله مرض سرطان يعني اتوقع نهايته سرطان الرئه اكيد يعني نهايه يعني هم هدر فلوس وهم يعني صحته صحه اي نعم اكيد يعني انت تقول انه بالاصرار وتتلهب اشياء ثانيه حتى تقدر اكيد لازم يعني واذا مو يعني اهم شيء الاصرار يعني بالنسبه للتدخين اهم شيء اصرار هو اذا يكون عنده يعني اصرار بالشغله يترك وهو يتركه يعني باصرارهم هم يعني مشاهدي الكرام مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلا هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وهذه عودة الزملاء بالاستوديو مورنينج لايف. شكرا جزيلا علي على هذا الاستطلاع. نرجع مع دكتورنا وسيم جيلان معاون مدير برنامج مكافحة التبخ في العراق وزارة الصحة أكيد دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية. خلينا نتكلم إنه شلون نقدر أو شنو الحالة اللي راح يتعرض لها يعني اللي حابس يشاهدنا ويعني وسمعنا واقتنع وقال أنا لازم أبطل وحافظ على صحتي كافي دخنت هواية حركت بنفسي هواية يعني إلى آخره فقرر الله يسلمهم أنه يبطلون. شنو الأعراض اللي راح تصير بيهم لما يقلعون عن التدخين؟ نعم في سؤال هو يعني شقين. الشق الأول أنه هناك 10 خطوات اللي يرغب باللي يقلع عن التدخين عليه اتباعها حتى يقلع عن التدخين، ومثل ما قلنا هو الإصرار، وحتى بالتقرير تبين أنه إذا كان يعني عنده فد إرادة قوية أنه يقدر يقلع عن التدخين. الشق الثاني أنه إذا يعني أقلع عن التدخين بالتأكيد أنه حتأثر هناك يعني إذا تركها لمدة 20 دقيقة وإذا تركها لمدة ساعة إذا تركها من لمدة يوم واحد إذا تركها من هاي كلها يعني حتحسن من صحته. فإذا تركها من يعني 10 إلى 12 ساعة في اليوم بالتأكيد راح يعني معدل نبضات القلب راح يتحسن وحتى ضغط الدم حيتحسن. إذا تركها لمدة أسبوع يمكن حيتعدل التنفس ماله ويتعدل مزاجه ويعني كثير من النشاط مالته حيختلف حيبدا يعني قدرته على ممارسه الرياضه راح تتحسن. صحيح. اذا لمده تنفسه راح يتحسن. اذا لمده شهر حيتنفس مالته راح يتغير راح يكون نحو الاحسن. إذا أكثر من 6 أشهر معدل الإصابة بسرطان الفم وبعض السرطانات يعني حتقل يعني معدلات أو الأفرج مال الإصابة بسرطان. إذا لمدة سنة راح يعني قل إصابته بسرطان الرئة. كل هذه حتأثر على العمليات الحيوية للجسم على تنفسه على فعاليات الحيوية إذا ترك التدخين تتحسن. أما الخطوات الـ10 للإقلاع عن التدخين إنه الإقلاع عن التدخين هو قرار مثل ما قلنا أكيد قرار إذا اتخذ قرار وإصرار قرار وإرادة وإصرار نعم. فإذا بدأ بالخطوة الأولى إنه يعني يقرر، ثانيا إنه يخبر أصدقائه وعائلته إنه حيترك التدخين، ثالث شيء إنه يبعد يعني السجائر النفاضة يبعدها عنه، ثالثا إنه مواساة النشاط الرياضي، رابعا إنه الأطعمة يعني يبدي نوعية الطعام أيضا بعض الأطعمة التي تعوض عن يعني النيكوتين مثل المكسرات مثل بعض الأنواع من الفواكه اللي تفيد في أكسدة وتخلص من النيكوتين موجود بجسم وسموم موجودة للنيكوتين في جسم. والخطوات الـ10 أنه ممارسة الرياضة يعني
يعني اذا اذا يعني منتجات التبغ عرضت عليه شلون مهارات انه حتى يعني يقلع عن هذه المنتجات او يبتعد عن هذه المنتجات، يبدي بهذه الخطوات وايضا باستشاره يعني العاملين الصحيين في الاقلاع عن التدخين وتقديم مشوره له يمكن يقدر انه يقلع عن التدخين. طيب دكتور، خلينا نتكلم على البروسيجر، الاجراءات اللي راح تصير بعد ما يقلع. نعم. انا شفت بعض الحالات اللي صارت قدامي، البعض نعم. يدمن على الاطعمه وممكن يزيد وزنه. نعم. هاي فقره. نعم. الفقره الثانيه صحيح. الفقره الثانيه انه يحس انه ضغطه ينزل، انه نعم. هو ضغطه مو تمام. صحيح. انه وضعه مو تمام، انه يحس اكو ناقصه شيء بدمه. صحيح. صحيح. مداخل دمه مو نظيف يعني. صحيح. سوري، هاي تفكير. البعض يقول يصير عصبي كلش. صح. صح. يظل يكسر. نعم. البعض يطلق، البعض يحرق بيته. صحيح هذه المواضيع تصير. هذه كل اللي ذكرتيها هي اعراض انسحابيه من الاقلاع عن التدخين. ذكرتيها حضرتك انه يبدي بالقلق مثلا، شوف قلق بالضبط، الصداع، او اللي ذكرتيها حضرتك هيجان، اعصاب، التوق لجيجاره او لسيجاره الكترونيه. كل اللي ذكرتيها حضرتك هي صحيحه، هذه اعراض انسحابيه للاقلاع عن التدخين، ولانه يعني نسبه النيكوتين كانت في دمه معدلات، وخاصه اذا كان يتعاطى المنتجات لفتره طويله، ومثل ما قلنا اذا بدا بعمر صغير يتعاطى المنتجات صعوبه جدا انه هذه الاعراض الانسحابيه انه كيفيه التخلص منها. هنا يحتاج لنا الى يعني استشاره المعاونين الصحيين او استشاره الطبيب عند الاقلاع عن التدخين وكيفيه التخلص من هذه الاعراض الانسحابيه. قد توصل شدتها مثل ما ذكرت حضرتك بعض الـ يعني الامور اللي تحدث ذكرتيها، خاصه اذا كان هو يعني فتره طويله وانه وكميه اللي تعاطيها مثلا باكيتين باليوم. والبعض ايضا يتجه الى ادمان الكحول. ادمان الكحول او صحيح، او تناول عقاقير اخرى. مثل ما ذكرتي حضرتك انه من يقلع عن التدخين يبدا شهيته الاكل، يبدا ياكل ووزنه يمكن يزيد. فهنا يعني يحتاج الى استشاره طبيه من قبل طبيب او من عنده تدريب على خدمات الإقلاع عن التدخين في تقديم المشوره للتخلص من هذه الاعراض الانسحابيه اللي تصيبها. طيب. خلينا نتكلم على بعض الاشخاص اللي يتجهون الى بعض الصيدليات من اجل، قلنا نعم. انت قبل قليل ذكرت دكتور نعم. على بعض العقاقير اللي نعم. هي ممكن تسيطر على الاقلاع. نعم. لكن هو اتجاهها ياخذ من يعني منحنى اخر. نعم. يذهب الى العقاقير اللي تقلل من القلق وممكن تخلي الانسان يتجه الى المخدرات. نعم. يعني بها نوع من انواع التخدير. نعم. اللي تخلي السترس يروح، القلق يروح. نعم. ويكون هادئ، بس هدوءه شيء مو طبيعي يعني. صحيح. مو بالافرج الطبيعي اللي هو. صحيح. الانسان. صحيح. يعني معتاد عليه. يعني عقاقير معوضات النيكوتين هي تعاطيها ايضا يجب ان يكون باستشاره طبيه، لان هذه العقاقير يعني لها فيت سكيدجول معين. انه اكو استسهال من بعض الصيدليات. صحيح. يعني احنا اليوم نوجه اصابع الاتهام لبعض الصيدليات يعني اللي دا تستسهل. نعم. حصول بعض. هي. المواطنين على هذه الأدوية. نعم. اللي توهم المواطن انه هذا العقار ممكن يخلصك. نعم. من الإقلاع ويخلصك. نعم. من القلق والعصبية. نعم. ولو هو عقار مخدر. ادمان اخر. هذا يعني كيميائي. هو مثل ما ذكرتي حضرتك انه يتعاطى هذه المنتجات لها فد يعني هم فد سكيدجول معين او برنامج معين، انه لمده اسبوعين هو يستمر بالتدخين ويبدي بمعوضات النيكوتين، وبعد الاسبوعين يقطع التدخين وايش قد الجرعه هذه المعوضات النيكوتين. وهذه معوضات النيكوتين اللي شكل على شكل علكه او شكل حبوب او لزقات او يعني علكه. صحيح. بخاخات. هذه ايضا هماتين من يختار هذه المنتجات، واللي كان يتعاطي مثلا لسنوات طويله يتعاطى المنتجات وياخذ باكيتين باليوم يعني ما تفيد العلكه، قد يحتاج الى علكه وياها حبايه او لزقه او يعني هذه يحتاج الى استشاره طبيه. دكتور، اكو فيتامينات يعني تعالج الادمان؟
يعني الاقلاع سوري. هو فيتامين سي، هو فيتامين يعني سي مهم. فيتامين سي مهم يعني في الأكسدة والتخلص يعني او التخلص من يعني نسبة الكوتين العالية موجود في الدم. بعض البحوث بينت انه علاقة بين تعاطي الفيتامينات والاقلاع عن التدخين. طيب دكتور، خلينا نروح لوزارة الصحة ونتكلم عن الرؤية المستقبلية والخطط الخاصة أكيد بحضرتكم. نعم. خاصة بحضرتك معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في العراق، ما هي الخطط المستقبلية اللي حابين أن تدخلون بإجراءاتها من أجل مساعدة المواطن العراقي عن الإقلاع؟ في وزارة الصحة سنويا تصدر وزارة الصحة الخطة الوطنية لمكافحة التبغ أو التدخين. هذه خطة هي سنوية بها وضمن استراتيجية الوقاية والسيطرة على الأمراض غير انتقالية، الاستراتيجية لمدة 4 سنوات. هذه الخطة السنوية لوزارة الصحة لمكافحة التدخين هي سنويا وبها بعض البنود الخاصة بالإقناع عن التدخين وتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين في مراكز الرعاية الصحية الأولية. يعني خطتها هذه يعني هي سنوية وفي توفير عيادات الإقناع عن التدخين في كل دائرة صحة من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات. في مركز صحي تفتح عيادة للإقلاع عن التدخين، وأيضا خدمات المداخلات المتوسطة للإقلاع للحماية من أضرار التبغ اللي 3A اللي موجودة حاليا في مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في جميع تقريبا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. تقدم هذه الخدمة إنه يسأل ويقيم ويقدم النصح لخدمات الإقلاع عن التدخين، وأيضا في توفير يعني إجراء بعض الفحوصات لمعرفة نسبة أول أكسيد الكربون في الدم، وأيضا في صرف معوضات النيكوتين. هذه الخطة هي يعني تدريجيا سنة عن سنة في تزايد في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين. بالتأكيد هذه الخطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي توفير معوضات النيكوتين، في مع بتعاون مع نقابة الصيادلة، بتعاون مع نقابة الأطباء، كافة الشركاء في تقديم هذه الخدمة في خدمات الإقلاع عن التدخين. وإحنا نشوف أنه استجابة من قبل المواطنين اللي راغبين بالإقلاع عن التدخين، لأنه هذا يأثر على دخلهم الشهري، يأثر على صحتهم، يأثر على صحة أطفالهم. سمعنا أكو إشاعات أنه سوف يتم منع استيراد أي سحبات بكل أنواع، وستم غلق المحلات التي تختص ببيع السحبات وغيرها من المنكهات بسبب الأمراض السرطانية وبسبب المراهقين، من أجل الحفاظ على المراهقين ومن أجل الحفاظ على الأطفال اللي أصبحوا أنه يقدرون يحصلون على السحبات بالسوق السوداء. فسمعنا أنه أكو هيك إشاعة أنه سوف يتم منع استيراد هذه السحبات. هو حقيقة مثل ما ذكرت حضرتك، مشروع القانون حاليا اللي إن شاء الله جاهز للتصويت في مجلس النواب يحتوي بعض بنوده أنه يعني مو يمنع يعني استيرادها، وأنه ما أكو مواصفات قياسية لاستيراد هذه المنتجات. لا. يعني ضمن ضوابط معينة. صح. انت من تمنعي اي شيء تمنعي حيكون مرغوب اكثر، اكيد كل شيء ممنوع مرغوب اكيد. من تمنعي بدرجة 100% راح بالعكس حيكون تأثيراته سلبية اكثر من يعني، بس لكنه نضع له ضوابط في الاستيراد، في يعني في تداول هذه المنتجات اللي اعمارهم اقل من 18 سنة لا يستطيعون شراء هذه المنتجات في الأسواق من الأسواق والأكشاك، واللي داخله بطرق مشروعة عن طريق منافذ حدودية وخاضعة لمواصفات اللي يصدرها الجهاز المركزي للتقييم والسيطرة النوعية في انه هذه المنتجات بها مواصفات معينة. ويعني اكثر المنتجات حاليا تدخل في الأسواق العراقية ليست ضمن المواصفات القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييم والسيطرة النوعية، لانه تدخل بطرق غير مشروعة. ان شاء الله نأمل في القانون، مشروع قانون جديد في حالة إقراره سيتغير
الظاهرة الموجودة والمنتشرة في مجتمعنا بشكل كبير في تعاطي منتجات التبغ وخاصة لدى المراهقين والأطفال. حملات التوعية شو أخبارها؟ ولو هذا أكيد ختام أسئلتنا معك، تعبناك صراحة دكتورنا، لكن هذا الموضوع جدا مهم، حبينا أن نعطيك الوقت الكافي من أجل مساعدة بعض المواطنين اللي يشاهدونا أكيد حاليا من ردعهم عن التدخين والإقلاع عنه، فإحنا جدا نعتذر من عندك، لكن نورك هو أكيد وكلامك والنصائح اللي قدمت لنا إياها والرؤية المستقبلية لوزارة الصحة العزيزة العراقية أكيد بالجهود المبذولة، إحنا شاكرين لهذه الجهود. فقد نتكلم على آخر شيء مسك ختام أكيد فقرتنا معاك، يعني إذا تسمح لنا عن الحملات والتركيز، ما هي تفاصيل التركيز عن الحملات، حملات التوعية أكيد في العراق؟ بالحقيقة أنه يعني وزارة الصحة ودوائر الصحة في بغداد المحافظات تخطو خطوات كبيرة في موضوع الحملات التوعوية في هذا الموضوع، في موضوع تعاطي منتجات التبغ ومكافحة التدخين. في الحقيقة دوائر الصحة تتفنن في نشر الوعي في هذا الموضوع، القنوات الإعلامية لها دور كبير في التوعية من المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المنتجات والبيئية الناتجة من هذه من تعاطي هذه المنتجات. في الحقيقة دوائر الصحة تستثمر يعني جهودها في حملات التوعية. آخر حملة هي كانت في زيارة الأربعينية، كافة دوائر الصحة يعني كانت لها حملات ومبادرات في التوعية من مخاطر التدخين، وتستثمر الزيارات المليونية، تستثمر كافة المناسبات اليوم الوطني واليوم العالمي لمنع التدخين في الحملات التوعوية. بالتأكيد القنوات الإعلامية لها دور جدا كبير وفي هذه الحملات، والتعاون الكبير بين القنوات الإعلامية ووزارة الصحة في يعني في توجيه المجتمع والتقليل من تعاطي هذه المنتجات بكثرة، وبتعاون مع وزارة التربية، بتعاون مع وزارة التعليم العالي، بتعاون مع وزارة المالية فرض الضرائب، في كافة الجهات تعمل يعني متعاونة مع وزارة الصحة في سبيل توعية المجتمع في يعني تقليل من تعاطي هذه المنتجات. دكتور وسيم قيلان معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في العراق ودائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، نورتنا ويعطيك العافية أكيد على كل المعلومات اللي والنصائح والإرشادات اللي قدمتها والتحذيرات أيضا. شكرا جزيلا على وجودك، ومرة أخرى نعتذر منك أكيد على إطالة الوقت، لكن من أجل منفعة المواطن، من أجل صحة المواطن، كسلطة رابعة نحن من أجل العراق ومن أجل المواطنين العراقيين ومن أجل المجتمع العراقي. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا، أكيد شكر وتقدير كامل بحب إلى الجهود المبذولة من وزارة الصحة العزيزة، وزارة الصحة العراقية. شكرا جزيلا على الجهود المبذولة بحملات بالتركيز بحملات التوعية التي تخص أكيد الأطفال والإدمان اللي نشوفه على السحبات الإلكترونية وغيرها من الأمور. شكرا جزيلا على الجهود المبذولة لوزارة الصحة. خلينا حان الآن أكيد نسمع آخر الأخبار اللي دائما متميزين كمورنينج لايف بجلب واستحصال الأخبار من مصادر موثوقة 100% بكمية الأخبار الكاذبة والملفقة والمهولة ببعض المنصات الإلكترونية. أكيد عندنا طيبة عامر وعدنا العزيزة نور الجميلي، أكيد تحياتنا لطيبة عامر، اليوم مشتاقي لها، اليوم ماكو رحت مع السلامة أكيد دكتور، رح تحل محلها زميلتي نور الجميلي اليوم. نورة نور، يا هلا ومية هلا بيك. كيف الحال؟ يسعد مساءك نور. يسعد مساءك، شنو هالجمال، شنو الأخبار، شنو هاللون الحلو. شكرا جزيلا، حياتي من ذوقك. يوم متفقين احنا على الأبيض تقريبا، بس يعني ان شاء الله النوايا بيضاء. نفسي. شكرا جزيلا حيات. نور عيونك الحلوه. خلينا اليوم ننطلق برحلتك الممتعه اللي دائما نحاول انه نعرف اخر الاخبار اللي تتميزون بها انت وحضرتك اكيد وزميلتنا طيبه عامر بجوله حول العالم باهم الاخبار المحليه العربيه العالميه.
أكيد نبدأ أخبارنا اليوم بأول خبر إيجابي، الأنواع الجوية، الطقس صحو وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. طبعاً نلاحظ أنه درجات الحرارة بدأت تنخفض كلش وجو صاير حلو، حب البرحان قاعدة تبرى بالحديقة. فشفت أنه صراحة فرحت أنه إحنا مقبلين على الدخول إلى فصل الشتاء. أكيد خلصنا فصل الحر، فصل الصيف، فصل الأتربة، موتنا. فشكرا جزيلا على نعمة الخبر الجميل من قبل شنور، أنه أكيد نبشر المواطن العراقي بانخفاض بدرجات الحرارة. الخبر الثاني، وزارة التربية لا دور ثالث للمكملين من السادس الابتدائي. طبعا هواي نعطوهم أدوار، بس هسه يعني ماكو دور ثالث للسادس الابتدائي. بصراحة أنا أشوفه يعني سهل، ما يحتاج إنه الطالب ينطوه دور ثالث، ينطوه مجال أكثر ويصعد المتوسطة. الله يساعد جيلنا اللي كان ماكو دور ثالث، ماكو لا دور ثالث ولا، ولا شيء، يمكن مرات حتى دور ثاني. أهلنا أصلا ما يقبلون نطلع دور ثاني أبداً، ماكو شيء. هسه لا، كلها دور ثاني. كنت لا تذكريها العود، صحيح العود وغيرها. شوفي ربتنا، أنا أريد أسأل السؤال بخصوص أكيد الكوادر التدريسية. تشوفين الكوادر التدريسية، تشوفين أنه أغلب المواطنين يقولون أيام قبل كانت الصرامة هي تنطي النتيجة الإيجابية، الخوف. يعني الخوف أكيد، وحب المعلم وإرضاء المعلم إن كان بكافة المواد، الاحترام وإلى مكانة المعلم قبل. يعني أنا أشوف قبل أحسن. حتى أنت زين، أنت مع كثرة المدارس الخاصة لو مع الحكومية أفضل؟ لا أنا مع الحكومية، بس انه تكون المدرسين والكادر التدريسي نفس قبل، يعني مو مثل هسه، لان هم نفسهم هسه من ياخذون من التدريس خصوصي. لكن احنا نريد شويه صرامه اكثر، بس ما توصل للضرب والاذيه. لا اكيد اكيد خوف، شويه خوف. نعم عقاب يكون مثلا اكتب عقاب بسيط، اكتب عيده 10 مرات، عيده لا وليش 10، 100 150 في القلب. انا هم كنت اسويها، بس بصراحه كانوا اهلي هم يساعدون. انا هم اهلي ابوي الله يرحمه كان يساعد. الله يرحمه. يلا ننتقل للخبر الثالث. فاجئنا، وزارة الداخلية تحذر إجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط أو منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. وايد نشوف عقوبات تنزل بيهم، تتوقعين ليش مانعين فقط الضباط والمنتسبين؟ أشوفي اليوم الضابط والمنتسب إن كان بكافة الوزارات، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية وغيرها من الأمور، مديرية الشرطة العامة، شرطة المرور العامة، الجيش، الاتحادية، جميع المنتسبين أكيد الله يحفظهم لنا إن شاء الله، هم في خدمة الشعب. ضروري جدا أن تكون هناك سيادة وخصوصية للمنتسب وللضابط، وعدم التشهير به وعدم تصوير نفسه أكيد من أجل أكيد سيادة الدولة ومن أجل الحفاظ على سيادة وخصوصية الحكومة العراقية. أكيد احترامهم. أنا همين مع هذا الشيء. الخبر الرابع، العراق يقرر إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة الدخول إلى البصرة للمدة من 2 إلى 5 أيلول الجاري. شو رأيك بهذا القرار؟ الدول البقية طبعا ما تعفينا من احنا نروح لاي لعبة او فتشي، بس احنا دائما متميزين بهذا الموضوع. يعني صراحة ان شاء الله نقول شوفي هي كرم، الكرم اكيد احنا مشهورين به. هذا الشيء يعني لا يعلى، وما اصلا ما صير كلمتين يعني بهذا الموضوع. الكرم للعراق فقط، اكيد كل الحب والاحترام لدولنا العربية وللشرق الاوسط بشكل عام طبعا. لكن ان شاء الله نقول الفوز عراقي ان شاء الله، وان شاء الله احنا كلنا امال وتمن وامنيات اكيد انه نشوف سود الرافدين حاملين الفوز وبعيونهم بعيوننا ان شاء الله. نتمنى لهم التقدم الى تقدم اكيد ان شاء الله. الخبر الخامس، بالصور تحرير طفله عنفت بطريقه وحشيه على يد والدتها في منطقه الدوره جنوبي بغداد. شنو يجب حالات التعنيف وايده النشر؟ يعني العنف للأطفال أو العنف اللي نشوفه، التفكك الأسري، حالات الطلاق، بهذلة الأطفال ما بين الأم والأب، وهسه أم أو يعني هسه أم نقول يعني قلبها يعني ما ينطيها أصلاً تكسي أو فشي ما توصل تعنيف. دائماً المقولات اللي نسمعها، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أكيد الأم يعني هي كلمة فقط ترمز للحنان، ترمز للتضحية، ترمز ل
لكل شيء جميل، للحب بشكل عام. بس هسه تغيرت. يحزننا أكيد، نتمنى أنه تعاقب أكيد بأشد العقوبات بما أن هي عنفت طفلتها، وأنه تنتقل إذا ما كانت كفوة تنتقل أكيد للأب أو لمكان مناسب من أجل التربية الصحيحة. أكيد. الخبر السادس، صمونة وتمن، مواطنون ينتقدون وجبات الطعام المقدمة للمرضى في مستشفى علي الغربي بميسان. خلينا نشوف الفيديو. شو رأيك أنغام بالصمونة والتمن؟ ممكن تحلي معروفين بالدليمية، الدليمية يجي خبز هو نفس الشيء، صمونة خبز هو طحين الموضوع. أوكي. بس هذا إلا طريقة خبز، يعني طريقة أكيد خبز، وهذا طريقة متعودين عليها. أوكي. هذا الموضوع مو جديد يعني على العراق، يعني هو بس صمونة وتمن مو قريبة؟ صمون وتمن هاي أطيب أكلة مشتهر بها العراق، ونشوف أنه أغلبية أهلنا وخاصة الرجال العراقي يحب هيك أكلة، يقول هاي الأكلة ترم العظم. بعد أنا ما أعرف صح؟ يعني يشبع بيها. أي أنا شوي خاف على جسمي. شوفوا يعني ما غلطان الجماعة من انطاكم صمون وتمن، تقبلوا الموضوع ما دام الغام قابلها هي، ماكو مشكلة في الموضوع. الخبر السابع، الأردن تسجل أول إصابة بجدري القرود لشخص من جنسية غير أردنية. طبعا احنا خلصنا من كورونا، من ضيم كورونا اجانا جدري القرود. طبعا شوفي احنا يمكن الأسابيع اللي فاتت استضافينا اكيد احدى احد الدكاتره من وزاره الصحه. فطمنا وقال انه لحد الان لا يوجد اي حاله بالعراق، بس تجي وهذا الموضوع ان شاء الله لا بعد وصل الاردن وصل الاردن. اكيد احنا هذا الموضوع ينتقل عن طريق اكل القرده، ونتمنى اكيد بمطاراتنا يتم كشف، يتم فحص جميع الوافدين وجميع الاجانب اللي راح يجون للعراق من أجل عدم انتشار هذا المرض، إن كان جدري القرود أو باقي الفيروسات. نتمنى أكيد ما ينتشر، يعني إحنا كورونا أوكي شان واحد يقطع نفسه فشي هسه لا يصير بيش يمكن حبوب وجسمك يتغير وشكلك يا فوقها، ممكن هذه الحبوب آثارها ما تروح، فإحنا من أكيد ما نريد نزيد مخافة بالمجتمع العراقي، لكن هذا الموضوع يجب أن نتحذر منه ونقي نفسنا ونقي أولادنا وبيوتنا أكيد إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. الخبر الثامن والأخير، هل تعلم أن محمد هو أكثر اسم يختاره الناس لمولودهم الجديد على مستوى العالم في كل لغات الأرض حسب تقديرات نشرت في موسوعة كولومبيا الأمريكية، حيث تبين أن حوالي 150 مليون شخص يحملون هذا الاسم عالمياً، فالمكانة العالية لاسم محمد جعلته يتصدر قائمة أسماء البشر في كل أنحاء الأرض. عندكم اسم محمد بالعائلة؟ أكيد طبعاً. كم اسم تقريباً؟ محمد خالي، محمد ابن خالي. تحياتنا لهم. تحياتنا لكلمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عليه النبي وسلم والحبيب. أكيد أجمل اسم. أكيد. أكيد الذي أنزل عليه القرآن الكريم. خاتم الأنبياء والمرسلين. خاتم الأنبياء والمرسلين، فأكيد محمد من حمد الله. الحمد لله. أكيد تحياتنا لكل شخص اسمه محمد. محمد. لهنا انتهت أخبارنا. يعطيك العافية أكيد نور الجميلي على هذه الأخبار الحلوة. إن شاء الله يا ربي نشوفك بالأيام المقبلة. إن شاء الله. كل الحب والاحترام لك على الأخبار الحلوة دائما. مع السلامة. شكراً جزيلاً. ننتقل لموهبة رسم. نشوف في الفترة الأخيرة توجه كثير من الشباب إلى دخول دروس التقوية من أجل أنه يبدعون بموهبتهم اللي الله سبحانه وتعالى ينعم عليها على البشر وعلى صديقتنا تبارك رياض الرسامة. قد بعد قليل راح نستضيفها ونسألها أكيد كثير من الأسئلة عن مجال الرسم بالعراق، شلون تشوف أنه هل هي تقدر تتخذها كمهنة تكسب منها قوت، أو هي فقط هواية وراح تحافظ على كلمة هواية. فخلينا اليوم نستقبل الجميلة تبارك رياض، رسامة عراقية الجنسية، صاحبة موهبة جميلة. يا هلا أمية هلا بتبارك. شلونك؟ زين الحمد لله. إن شاء الله تمام؟ تمام. شلونك تبارك؟ نورتينا، نورتي برنامج مورنينج لايف حبيبتي. تبارك وش عارفين على نفسك، منو أنتي، جد عمرك، شنو مخلصة دراسة حتى ندخل بموهبتك؟ أنا تبارك رياض اسمي وعمري 20 وطالبة السادس. العمر كله إن شاء الله. علمي أدبي؟ أدبي. أوه حلو. ليش اختارتي أدبي؟
يعني والله نقول لهل ويجي لهل. اوكي تحياتنا اكيد للوالده اللي تصورك حاليا. شكرا. مفتخره بيك هذا اكيد. لا شيء اكيد. يعني برافو عليك انه انت تتطورين اكثر او اختاريتي موهبتك الرسم. شو وقت عرفتي نفسك انه انت تمتلكين هذه الموهبه؟ عرفت نفسي انه امتلك هاي الموهبه من اني صغيره. حلو. من كنت صغيره يعني هو ارسم مثل كرتون او شيء بالاول ابتدائي وبالثاني وهي بعدين طورته. جيد عمرك؟ يعني من كنت ارسم؟ اي تقريبا 6-7 سنوات اتذكر يعني. حلو. اي احكي لنا ليش بالفتره الاخيره نشوف هوايه من الشباب والبنات يتوجهون الى معاهد تختص بمجال الرسم من اجل التقويه؟ اكثرهم عندهم انه مجرد انه موهبه او وقت فراغ يحبون ينموها. مثلا انه اكثر شيء جيلنا حاليا عندهم وقت فراغ كبير بحياتهم. صح. فيحاولون ان ينمون بموهبه عندهم يطوروها للمستقبل تفيدهم. زين شو اكتشفتي او من اللي ساعدك ودعمك بمجال الرسم؟ يعني اكيد هو الاهل وامي. ومن كبرت تقريبا ب 2022 تعرفت على الاستاذ اسامه الزيدي هم ساعدني هوايه بالرسم وطورته اكثر. خلينا نحكي عن الاساتذه او عن الناس اللي اثرت بحياتك من ناحيه الرسم. يعني احنا اذا نريد ندخل بمجتمعنا العراقي اي صح نشوف قله وظائف اي نوعا ما قله معاهد تهتم اي صح بمجال الرسم. أكثرهم بقوا يسوون دورات يعني إنه خاصة بهم وحدهم. برافو عليك. يا عن طريق الإنترنت. أي صح. ياخذ أونلاين موهبة سوري درس تقوية. يا إنه يسافر ويشوف بلد يشجع على الرسم مثل السويد. أي مثل الدول الغربية. إحنا نعرف إنه أكو دائقة بالدول الأوروبية للرسم. العراق لحد الآن يعني بنسبة 3-5% هناك ذائقة وهناك مجتمع قليل جدا يهتم بالرسم. خلينا نحكي على الذائقة العراقية للرسم. هم شوفوا إنه أكثريتهم يعني تلقين مثلا من 100 شخص تلقين مثلا 3 إنه يدعمون الرسم ويحبون إنه هواية الرسم ويشجعون عليها. بس الأغلبية إنه لا ماخذين إنه هاي شنو تقضية وقت فراغ هيجي يعني ما يشجعون الشخص المقابل. ومن ناحية الأساتذة قلت يعني عندي أستاذة كانت بالخامس ابتدائي ما شجعتني قال يعني بوقتها كنت مشوفتها رسمة إلي صغيرة بس يعني إنه عيبت عليها. بالسادس ابتدائي كان عندي أستاذ محمد هو اللي شجعني وخلاني إنه تصير عندي ثقة بنفسي أكثر حتى أنمي موهبتي أكثر. شنو الإحساس لما شفتي استهزاء شوي برسمتك؟ أكيد بجيتي أو أكيد لا مو بجيت بس إنه حزت بخاطري. شوفي أنا من أقول لك من الخامس ابتدائي ولحد الآن هسه أنا سادس أتذكر يعني مجرد إنه الطفلة دا شوفها رسمة وهي ما اقتنعت بيها. ما اقتنعت بيها. زين خلينا نحكي على الإصرار والإرادة. هذه الصفتين مو عند أي إنسان. أي صحيح. يعني إحنا نشوف إنه كثير من الشباب أصبحت موهبة الرسم يا يروحون للتاتو صحيح. يا يروحون لاتجاه الآي بروز اللي هو رسم الحواجب أي. يا تتجه البنت إلى اختصاص إنه تاتو الشفة اختصاص بالكوزماتيك ممكن الميك اب إيه والميك اب أو يتجه إنه يصير ميك اب أرتست خبير مكياج. أي صح. أكثريتهم حاليا إنه بس يقولوا له رسمك مو حلو يتركه يتركه ممكن يروح الغير شغلة صح. بس عندي أنا يعني بالنسبة لي مو أقول مثلاً أنا أو أمدح بنفسي بس إنه أخذتها أصرار نفسي إنه أطور موهبتي أكثر صح. وأشجع نفسي على هاي الشغلة. كثير من الرسامين نرجع وياهم للطفولة. أي صح. الطفولة هي تأسيس أساس كل رسام أو أساس كل إنسان. يعني فطرته على شنو تربى كعادات وتقاليد شنو اللي تأثر بالبيت تأثر بوالدته تأثر بالأجواء السائدة بالبيت بالطبيعة بالحروب. إحنا كعراقيين متأثرين بالحروب متأثرين بالفيروسات متأثرين بكثير من الأمور صراحة يعني نكبات كثيرة هي صارت بالعراق. فاحكينا على اليوم هوية تبارك منو هي بالرسم شنو هي بالرسم طفولتها. خلنا نحكي على معالم طفولتك. اول ما حس يمكن عمرك 6 سنوات عرفتي نفسك انه انت ترسمين يعني من وقت شوي بالضبط شنو الاشياء اللي تاثرتي بيها؟ صراحه انه والدي هو كان رسام كنت اقعد اشوفه يرسم مثلا قدامه ورقه او الوان يرسم اشوفه اجيب لي ورقه صغيره واحاول انه اقلد رسمته. بس من كبرت اكثر عرفت انه انا عندي موهبه اقدر انه انميها واقوي من نفسي وتاكدت انه الرسم شيء جزء من شخصيه تبارك. تحياتنا لوالدتك. شكرا.
خلينا شويه نروح لوالدك نحكي عنه. الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله، والعمر يا رب ويلك ولاهلك ان شاء الله. اعتذر جدا. لا عادي. خلينا نتكلم على حياه والدك السابقه، انه هل هو كان يعني اتخذ الرسم هوايه؟ لا مو متخذه هوايه، انه مجرد موهبه ويرسم البيت او شيء. هو هم خطاط كان وصوته حلو. خطاط وصوته حلو. ايوه هذول الثلاث شغلات انا اخذتهم من عنده. أيوه. صوتك حلو؟ اي وخطاطه؟ خطاطه حلو. اي ورسامه. ما راح نسمع بس هواي كان لا مو على نسمع ابد مو على نسمع. تمام. خلينا نحكي على الاشياء اللي تاثرتي بيها من ناحيه اجواء الوان. شنو تميلين؟ شنو تحبينه؟ تدرين مجال الرسم في عده مجالات. اي صح. المدارس التشكيلي مدارس الفن التشكيلي. يعني اكثر شيء انه احبه الالوان الزيتيه، انه اميل لهن اكثر. والمثل المدارس الفن التشكيلي للمدرسه الواقعيه، لان هي من المدرسه الواقعيه تتدرج باقي المدارس مثل التجريديه. يعني هم نرسم واقعي بس باشياء لونيه اكثر، يعني نعطي واقعيه قليله. انواع الرسم شنو هي الاقرب لك؟ شنو تحسين انه هي تمثل تبارك؟ الرسم الواقعي، يعني احب الواقعيه شلون ما كان كلش احبها. خلينا اليوم نشوف صورك ونشوف اكيد طريقه الرسم. خلينا نسولف على الشخصيه الرائعه اللي رسمتيها. محمود درويش. محمود درويش اكيد اللي يعني كلش متاثره صراحه بكتاباته ورؤيته للحياه. فاحكي لنا ليش اختاريتي ترسمي؟ صراحه انه انا احبه كشخصيه، احبه كشخصيه كشاعر مشهوره كشاعر. واحب كل شويه اقتباساته والشعر مالته وحياته اللي عاشه والدفاع عن فلسطين بلده. ليش اختاريتي ترسميه بالاسود والابيض؟ احس احسن من الالوان. احسن من الالوان. ايه فضلت اي فضلته افضل من الالوان كتخطيط مثلا سريع، وانطيته هيك شيء اكاديمي. عشتي لك. هذا ممثل. اي صح ممثل اجنبي. اجنبي مشهور جدا. ليش اختاريتي ترسمي هنا؟ انا رسمتها مو لغايه الممثل فقط. ردت ابين موهبتي اكثر من ناحيه الرصاص، ابين الواقعيه اكثر. برافو عليك. يعني ايش بدنا نشوف شويه تفاصيل هذه. الشعر الشيب التجاعيد مال الملتئه النظره الثراء اللي هي دائما صح متميز بهذه النظره. الرباط الستره برافو. هذه الصوره شنو؟ هاي رسمه فيكتوريه. حلو. من العصور القديمه. اي تمثل حاله فيكتوريا. المراه الفقيره العامله. اي العامله وهي المزارعة الفلاحة. المزارعة عن جهاد المرأة. صح. اي صحيح. بشنو ركزتي بهذا الرسم؟ طبعا اختاريتي الالوان، احنا تختلف عن ديك الالوان الزيتيه. اي صح الالوان الزيتيه. وركزت هنا أنا خصوصا على ملامح الوجه اكثر شيء اذا اشوفها مثل الحزينه. صحيح حزينه او تعبانه. اي اي او مثل سامده نفسها بالخشبه. هذا العم والحجي البغداديه اللي منتشرين باسواقنا الشعبيه. أي صحيح. اللي هو جاي على باب الله وعنده حديقه صغيره وينتج الباذنجان والخيار والطماطم. امشي الباميه. وامشي الباميه. هاي باميه مو خيار. اي باميه. اوكي. احكينا شنو الملامح اللي اشوف هناك؟ اكو من بعيد شخصيات. شخصيات شخصيات. اي بعيده وهم رجال ثاني قاعد اللي ورا. وهي حبيت انه انطي شو اسمه شلون ابين شيء على الاشياء البغداديه. صح. الناس البغداديه القديمه الاصيله اللي هسه هم موجودين بكل الاسواق. صح موجودين بكل الاسواق الشعبيه. الامايه والبتايه. اقول لك اذا تنتبهين للكيس اللي لازمته انه هي هاي اصلا مثل متسوله. اي ما رسمتها بالالوان، فضلتها بهيك شيء حتى تبين انه مثل الطابع الفقير، يعني مثل طابع الفرنسي هيك شيء. اختاريتي نظره غريبه بعيونها اللي هو الحزن. الطفلة عبالك مثل معصبة. جدا معصبة وحزينة. على واقع الامرأة الكبيرة هي تشوف. اي اي صح مثل الحزينة. هنا عندنا مارلين مونرو. مارلين مونرو الالوان الرائعة اللي اختارتها تجنن. رسمة خبل هذه صراحة. حييك على اندماج الالوان على الببغاء. حبي الوانه حلوة. اي صراحة يعني شوية تعبت زيادة على اللزوم على الريش حتى انطين واقعية اكثر. بدك مثل تحدي بالنسبة لي. ايش قد اخذتي برسم مارلين مونرو كوقت؟ خلينا نقول نستوقف اكيد عند هاي الصورة. يعني ايام 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 بس اقعد يعني ارسم معها ساعات متواصلة. الببغاء ايش قد؟ الببغاء هم تقريبا طول عندي اسبوع بس ساعات متواصلة اشتغل بيه، مو مثلا يوم ايام كاملة. هاي الصورة شنو سولفي لنا؟ دافين على لمحه الحزن بعيونها والحمار مال البكاء وهيك. هاي مثل
الطابع المسيحيين زيان المسيحيه الارثوذكسيه ما ادري شو اسمهم المهم فانطيتهم هيجي لمحه حتى تبين حزن المراه صحيح. بينتها بملامحها اكثر شيء وبالعيون يعني تعبت اكثر شيء على العيون بالالوان الزيتيه البورتري هذا الواقع صحيح صحيح يعطيك العافيه اكيد شكرا. على هذه الالوان وهذا الابداع نريد نعرف انه شنو هدفك وطموحك بعالم الرسم هدفي انه اوصل لاكثر عدد ممكن انه اللي يحبون الرسم اللي يحبون الرسم وانمي موهبتي اكثر واساعد الناس اللي مثلا ممكن ما يدخلون دورات مثلا على الاونلاين اتعب وياهم اكثر واي نصيحه عندي ممكن انطيها لهم عندك فكره انه تفتحين معرض خاص بك في المستقبل ان شاء الله ليش لا وان شاء الله تكونون حاضرين انتم اكيد يعني اول الناس يعني ان شاء الله تجي دعوه تبارك شنو الفكره اللي حابه يكون معرضك بيها يعني اكثر شيء ممكن على الاشياء الواقعيه اتعب عليها اكثر يعني اكثر من غير المدارس الباقي مال الفن التشكيلي ان شاء الله يا رب تبارك رياض رسامه كلش شكرا على وجودك ويانا تحياتنا لك اكيد وشكرا للدعوه اكيد هذا احنا شرف ان نشوف شبابنا شكرا. وبناتنا عندهم هيك هوايات وحابين يتطورون وحابين انه يصير عندهم طموح ويتعبون على نفسهم وينمون من مواهبهم شكرا جزيلا على وجودك اتمنى لك الموفقيه واكيد راح نحضر معرض ان شاء الله اكيد شكرا جزيلا مره اخرى شكرا جزيلا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من مورنينج لايف اكيد ان شاء الله كفينا وفينا باتخاذ كثير من المواضيع من اجل مناقشتها مع دكاترتنا مع الرسامه الجميله وما ننسى اكيد فقره اخر الاخبار واخر الاحداث المنتشره بمواقع التواصل الاجتماعي الى اللقاء